السلام عليكم. نهار اليوم ان شاء الله مع مطبخ ام والد راح نشوفوا طاجين الجبن بلا فيونداشي. كنت عملت لكم مقبل بالدجاج، نهار اليوم راح نديروا بلا فيونداشي. حبيت هاد طاجين الجبن نقدمه مع ان صوص بيضه. انا عملت طرف تاع دجاج، اي طرف تاع دجاج يعني، ماشي شرط الفخض ولا، المهم تبني عظم عندك، عظم تاع الصدر عندك، الجنحه يعني عندك، الرقبه كيما حبيتي. درت معاها بصله مسكرفجه نقليهم مليح، ندير لهم شويه تاع فلفل اسود، نقطه بيضه نعرفوها، ديروا فلفل الكحل فقط، والملح طبيعه الحال ما تكثريش، نعرفوا ان المرقه البيضاء ما تحبش الملح. راح نديرها بالزيتون، على هذا نقصوا الملح نقص قد ما تقدروا. نزيد له كميه تاع الكركم حوالي نص مغرفه صغيره، هذا باش مدلنا لون المرقه تاعنا. من بعد ندير كميه تاع الزيتون، الزيتون واش ندلو فقط، نبدلو الماء عده مرات، هذا واش ندلو، ونمرق بالماء سخون. اذا ندير الماء سخون عليه ونخلي حتى يطيب لنا هذاك الدجاج يعني، وتختر لنا المريقه تاعنا ونطفي عليه. من جهه اخرى انا عندي مقله درت فيها شويه تاع الزيت، حبه تاع عسل قطعتها رقيق. من بعد ما تقلى لي هذاك البصل ندير كميه تاع لا فيونداشي. اليوم ان شاء الله راح نجربوا كيفاش نديروا طاجين الجبن تاعنا نهار اليوم، يكون شويه اقتصادي يعني، ما لازمش كميه كبيره تاع اللحم مرحي باش نديروا طاجين الجبن، لانه معروف عليه انه يعني يستهلك بزاف لا فيونداشي. اذا نطيبها مليح، ندير لها شويه تاع فلفل الكحل، فلفل اسود، وندير الملح بطبيعه الحال، ما نكثروش الملح لان راح نديرو فيه الفرماج. ودائما اللحم شكون يطيبي فيه، جربي كيفاش تفتحيه بالمغرفه هكذا باش ما يطيبلكش يعني كتله، نبقى نطيب فيه مليح. نزيد له حوالي زوج فصوص تاع الثوم صغار، ولا يكون فص واحد يكون شويه كبير، هذا راح يكفي. عفوا ان اللحم يتماشى بزاف مع الثوم، إذا نبقى نطيب فيه مليح. إذا من بعد نضيف كمية مليحة تاع المعدنوس، اللحم تاعي هنا راهو طاب، ندير هاديك الكمية تاع المعدنوس، إذا ونطفي. إذا بعد واش ندير؟ هنا أول حاجة بديت بها حكمت أمور يدخل الفوق، دهنتو بالزيت وغبرتو بلا شابلوغ. هنا واش راح نحتاج؟ راح نحتاج هنا كميه تاع لاشابلوغ تكون مليحه، هنا عندي حوالي كاس الى ربع تاع لاشابلوغ. عندي هنا يعني على حسب اللحم المفروم اللي ديريه، البيض على حسب اللحم، وطرف تاع جبن طري. نبداو بالطريقه مباشره. اول حاجه نحط امامي هذاك لا فيونداشي اللي كنت طيبتها، نديرها امامي، نحب نبدا بها هي الاولى انت باش نعرف روحي يعني شحال نديرو بيض. معنا نشوفو، وندير هذاك الكاس الى ربع تاع لا شابلوغ. على هذا قلت لكم يعني اقتصادي، يعني هو من المعروف انه يديروا فيه الا مغرفه كبيره ولا زوج مغارف كبار. انا عملت يعني تقدري تروحي حتى الكاس تاع لا شابلوغ باش يزكي لنا شويه هاد ونبدا ندير في البيض ونخلط ونشوف. اذا ندير زوج حبات نخلطهم ونشوف. رايحه الزيت حتى نحصلوا على خليط يكون يعني شويه مطلوق. ضفت هذوك الزوج حبات اللي كانوا كاينين ونخلط ونشوف. نعرفوا انو لاشابلوغ يعني يشرب، على هذا راح يدينا البيض. يعني راح نزيد حبيبه، اذا نزيد حبه خمسه ونزيد نخلط بهذه الطريقة. هنا الخليط تاعنا راهو مليح كيما رانا نشوفو، ها هو. هنا فقط واش نزيد؟ نزيد رشة تاع خميرة كيميائية حوالي نص مغرفة صغيرة فقط، راح تكون كافية ما نكثروش، نص مغرفة صغيرة باش فقط تخفف لنا شوية الخليط. من بعد نحكم هذاك الفرماج، اذا نفتحو ونقطعو مربعات يكونوا شويه باينين. اذا نقطعو بهذه الطريقه هكذا باش يبقى لنا
يجي باين في الطاجين الجبن تاعنا. علاش يقولوا طاجين جبن؟ لانه فيه بزاف كان يكثروا بزاف الفرماج. حنا اليوم حبيت ندير لكم شويه يكون اقتصادي، اذا بهذه الطريقه ونخلط غير بالعقل باش ما يتمرسلناش هذاك الفرماج ويبقى باين بهذه الطريقه. نجيب هذاك المول، اذا نحطه في المول تاعنا، يعني مام صغير المول لكن حيوكل لك. فرغ كامل الخليط ونزيد له كميه تاع الجبن المبشور على الوجه تاعو، تقدري تستغني عليه لكن يعطينا وجه الشباب لطاجين الجبن تاعنا. طاجين الجبن لازم يكون فيه بزاف الفرماج، اذا ندير كميه على الوجه تاعو وندخلوا الفرن على 180 درجة حتى يطيب مليح، وشايلو من الفوق ياخذ لون ذهبي، ونخرجو ونقدمو مع الصوص اللي حضرتها بالزيتون. اذا طاجين الجبن تاعنا ها هو معنا، شوفوا كيفاش قدمتو. فقط قطعتو مستطيلات وقدمتو مع هذاك الزيتون وطرف تاع الدجاج، شبحتهم بشوية تاع المعدنوس يعني وطرونش تاع الليمون. جربوا الوصفة، يعني لازم يتقدم مع اون صوص ها هو معنا اقتصادي، يعني لو كان درتي كمية قليلة ماشي راح يدلك هذا الخير تاع، يعني ينفع للعرضات شهر رمضان. نتمنى انكم تجربوا الوصفه بالصحه فطوركم، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.